بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم إخواني الكرام في استعراض جديد لتطبيق جميل ومفيد، هو متوافق ويعمل دون إنترنت، وهو فتاوى الشيخ ابن عثيمين. ننتلقى على بركة الله لنا فتاوى الشيخ ابن عثيمين، هذا هو، نقوم بالدخول إليه. إذا تطبيق سلس بسيط جميل مفيد. فتاوى الشيخ، إذا هنا الاعدادات نقوم بالدخول اليها، ولا فيها الا يعني اظهار التذكيرات، يعني تاتيك تذكيرات على شريط الاشعارات بفتاوى متنوعه. تذكير سكتف موت. ان اردت تفعيلها تقوم بالتفعيل، والايقاف تقوم بايقافها. عن التطبيق، وهنا عن التطبيق فقط. اذا وهنا مجموعه الفتاوى سنقوم باستعراضها. تطبيقاتنا الاخرى، هنا التطبيقات الاخرى، فتوى اليوم موت، وهنا فتوى اليوم، كل يوم يعطيك فتوى جديدة. تقييم التطبيق موت. وهنا للتقييم المفضلة موت. وهنا المفضلة إن كنت يعني عندك فتاوى تحب وضعها في المفضلة. فتوى اليوم، تطبيقاتنا الآخرة، فتاوى ابن عثيمين موت. إلى فتاوى ونقوم بالتصفح، سوف نجد قائمة متوافقة. فتاوى ابن عثيمين، فتاوى ابن عثيمين 0 0 2. إذا نتوقف على أي فتوى مثلا. فتاوى ابن عثيمين 0 0 7 ناقص السؤال، سؤال الرابع يقول: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يطوعون وينفعون وكمن أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا، إذا شفي ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ الجواب: الشيخ، تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم. إذن هكذا يوجد مجموعة 0 0 8 ناقص السؤال، يقول: التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. إذن هذه هي مجموعة، وسنحاول الدخول إلى أي واحدة. نقوم بالدخول إلى هذه الفتوى، ويوجد النسخ، إضافة إلي المفضلة، وإضافة إلى المفضلة، مشاركة، والمشاركة يعني نشاركها ليستفيد الجميع عبر الواتساب والفيسبوك. 0 1 0 ناقص السؤال، لكن في الحقيقة قبل أن نعقب هذا الإشكال الذي أدلى به المستمعين. إذن لا أطيل عليكم، هذا هو التطبيق، بسيط وجميل ولا فيه أعدادات، يعني هو بسيط وجميل. أرجو أن يفيدكم وأن ينفعكم، وأرجو أن لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.